الوضع الاجتماعي في المغرب مقلق، لان هذا الوضع هادشي اللي كاين دابا، لان اسر ديالهم اللي هما الناس فقراء ما عندهمش دعم اجتماعي، ما عندهمش حتى المساله ديال الوعي. لان اللي لاحظت انا في الاحتكاك ديالي مع مجموعه ديال الاطفال، الطفل كيقول لك حنا 7-8 بينا في الدار، 9 بينا في الدار، يعني الوالد ما عنده شيء ولا الوالده توفات، وهذه الفقر. يوميات عز الدين في الفنيدق التي يقيم في شوارعها منذ أكثر من عام ثابتة لا تتغير، البحث بكل الوسائل عن سبيل لبلوغ سبته أو ما يعرف محليا بالحريق. الحريق حيت هنا ما كاين ما يدار، ضايعين في الزنقة، كنباتوا على الكارطون، هادي ضايعين. ما أحسن نمشيو لهاديك المدينة كيتهلاو كيدوسوا لك كلشي، قل كلشي تقاس ضايع هنا وصافي، هنا شنو دير؟ عندك ما دير. إصرار هذا الطفل على تحقيق هدفه لا حدود له. العام الماضي كاد ذلك أن يتحقق، لكنه أعيد مرة أخرى إلى النقطة التي انطلق منها. دوزت الأقصى، وصلت لواحد الباطو، وصلت له حتى البرتغال. قلت بقى له سلك فيه بوستات وسكرتي حاضين فيه، من دخل لهم لجيت الباطو صافي. هي هذيك سافوني رونداو لي لواحد الصافيت كتجي كتجمع كدينا للكوميساريه، كتبدك شي جوج سوايع وكيطلبوه البوليس. عز الدين هو لسان حال المئات من اقرانه، قاسمهم المشترك الهروب الى اوروبا، فلا افق في بلادهم كما يقولون.